طبعا اغنيه تحفه، بس انت يا زين كده لابس لبس راجل كبير. ها، وانت اصلا شخصيتك شخصيه راجل كبير. والله انا يا جماعه اتعاملت معاه طبعا قبل ما نخش، حسيت ان هو عنده مقومات الرجوع. انت جاي ازاي؟ جاي ازاي؟ راكب ايه؟ اتوبيس. اتوبيس؟ يعني مش انت اللي جاي سايق لوحدك؟ لسه يعني الرخصه ما طلعتش ولا ايه؟ انا في حد معايا على الايربيس، يا ترى مين؟ مامي غششتني كده شوية حاجات. ايه حكاية السندوتشات اللي بتتاكل في الحصة دي؟ ها؟ بتتقفش؟ بتعملها ازاي دي؟ مثلا في المدرسة القديمة هي المس تكون جاية كده، او انا اكل كده، هي تيجي هنا او انا اكل كده. المهم هتخلص السندوتش من غير ما المس تشوفك ولا تقفشك. صح كده؟ حبيبي قولي انت نفسك تطلع ايه زين؟ هي في العالم اصلا عايز اطلع ظابط. انت عايز تطلع ظابط؟ ليه بقى؟ عشان بابا ظابط. عشان باباك ظابط واخوه ظابط جيش. يعني كل العيله عايز تطلع كده. الموضوع الاغاني حفظها ده صعب عليك ولا سهل؟ لا سهل جدا. سهل جدا في الاول كان صعب، بس لما اتعودت يعني بقى بالنسبه لي سهل. طب قول لي بقى انت ايه حكايه ذكرى دي؟ ذكرى اللي معاك. مامي بتقول لي عامل ايه في المدرسه؟ ذكرى انا عارفه كل حاجه. ايوه ايه حكايتها؟ معاك في الفصل عادي يعني؟ مفيش اي حاجه يعني؟ علاقه بريئه يعني، مجرد صديقه صح؟ طب انت بتعمل شقاوة يا زين ولا انت؟ لا زين هادي. هو علميا يقول لك الطفل الشقي هو الطفل الطبيعي. زين طبيعي جدا يعني جدا. شقي جدا. يعني هو طبيعي بس جدا. طب انت بتعمل مشاكل مع اكتر حد هنا في الاوركسترا مين؟ هو مش سايب حد بصراحه، مش سايب حد في حاله. طب وانت بتتعامل معاهم ازاي يا دكتور بس؟ لا لا احنا وقت الشغل مفيش هزار. هو عارفين بس زين حبه، كله بيحبه يعني، بيتقبل منه اي حاجه طبعا. ده محدش بيشتكي منه. الغمازات دي يا زين بتاعت مين؟ واخدها من بابي ولا مامي؟ هما الاثنين. هما الاثنين عندهم غمازات؟ يا خبر. مش هيدينا نطلع فوق.